أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. تبادل مندوب دول غربية في مجلس الأمن الانتقادات مع مندوب روسيا خلال اجتماع عقد بنيويورك للتصويت على مشروع قرار يطالب نظام الأسد بالتعاون مع تحقيق دولي في الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون. وفي هذا السياق قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة إن علماء بريطانيين حللوا عينات أخذت من موقع هجوم مميت بالغاز السام في سوريا، وأثبتت الفحوص وجود غاز السارين أو مادة تشبهه. بدوره قال المندوب الفرنسي إن نظام الأسد يعرقل عن عمد التصريح بدخول المساعدات الإنسانية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده لا تعلق آمالها على بشار الأسد أو أي شخص آخر في سوريا، مشيرا في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون في موسكو إلى أن ما تريده بلاده هو عملية حل سياسي. كما أوضح لافروف أن روسيا والولايات المتحدة مستعدتان لمكافحة الإرهاب من دون هوادة. أعلن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن تنظيم داعش لم يعد يحتل سوى 7% فقط من أراضي العراق بعد أن بلغت النسبة في 2014 حوالي 40%. وأضاف المتحدث العسكري أن حوالي 108,000 كيلومتر مربع من مساحة العراق كانت بيد داعش بعد تمدده في 10 حزيران يونيو 2014. حصلت الناشطة الباكستانية ملالا يوسفزاي رسميا على الجنسية الكندية الفخرية من طرف رئيس الوزراء جوستين ترودو، وصفة ذلك بأنه شرف لا يصدق لتصبح سادس شخص يحصل على الجنسية. كما ألقت ملالا خطابا أمام البرلمان الفيدرالي في أوتاوا أمام النواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتكون بذلك أصغر من يلقي خطابا أمام البرلمان في العالم. أطلقت دولة الإمارات البرنامج الوطني الإماراتي للفضاء التي تعد أكبر خطة علمية متكاملة من نوعها في المنطقة، وتتضمن إنشاء أول مدينة علمية لمحاكاة الحياة على كوكب المريخ لتكون بذلك أول دولة عربية تقوم بتصنيع الأقمار الصناعية بشكل كامل وتصل كوكب المريخ في عام 2021. رفعت المملكة العربية السعودية قيمة إصدارها القياسي من الصكوك إلى 9 مليارات دولار مع الطلب المتزايد على الاكتتاب في الإصدار، وبلغت قيمة الطلبات النهائية للاكتتاب في إصدار السعودية من الصكوك 33 مليار دولار. نهاية الموجز، إلى اللقاء.